أحد الخطباء باسم السيد يحيى الواعظ، هذا ذهب إلى منطقة للتبليغ، كان خطيب من الخطباء، واعظ من الوعاظ في تلك المنطقة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. جماعة ما يرتاحون لذلك، يتأذون من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فيخططون لقتل هذا السيد، السيد يحيى. يجي واحد أو جماعة يدعون إلى مجلس، يقولون سيدنا عدنا مجلس، تعال هناك اقرأ، يقول ما يخاف. فذهبوا إلى ذلك المكان وهو خالي الباب، ماكو في ذهنه شيء، يروح إلى ذلك المكان ويشوف جماعة أكو في مكان خارج البلد. وبعدين يشعر أن الوضع وضع غير طبيعي، وضع مريب، ويسمع أصوات سكاكين، خناجر مثلا من الغرفة المجاورة، وهمهمات. فيتيقن بالشار أنه هؤلاء الجماعة اللي ما كانوا مرتاحين لأمره بالمعروف ونهي عن المنكر صمموا على قتله، خلوه في غرفة واحدة أيضا وسدوا عليه باب الغرفة. بعد أيقن بالموت، بعد ما إلى وسيلة، ما إلى مخلص، ما إلى منجا، فيفكر في أن يتوسل بجدته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يصلي ركعتين، هاي الصلاة اللي موجودة بالمفاتيح. جيد أن الإخوة يجربون هذه الصلاة، مو للتجربة يعني، يعملون بها. الشدائد في المشاكل موجودة في مفاتيح الجنان، ملحق مفاتيح الجنان، صلاة الاستغاثة بالبتول صلوات الله عليها. فيصلي هاتين الركعتين بقلب من أيقن بالموت على ثانية هذه، وبعدين يبدأ بهذه الكلمات اللي مذكورة، يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، يكرر هذه الكلمات. وإذا بهذه الأثناء تحدث هنالك ضجة وجلبة، يدري هو شنو القضية، وأشخاص يهاجمون ذلك المكان ويجون ويطلعون من هذا المكان ويرجعون. شوف جماعة من المؤمنين وعالم تلك المنطقة معهم جايين وأنقذوه. يسأل من عالم تلك المنطقة أنه شنو القضية، يقول في الواقع شوفوا التأثير الفوري، الإجابة الفورية في بعض الأحيان، وبعض الأحيان تتأخر إجابة الله لبعض الحكم. يقول أنا كنت نايم، عالم المنطقة، وإذا أرى في منامي السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وتقول لي يا شيخ قم الآن بسرعة وأنقذ ولدي السيد يحيى، إذا الآن ما تقوم الآن بعد قليل سوف يقتل، الآن قوم اذهب إلى المكان الفلاني وأنقذه. العالم يقوم من النوم ويجمع جماعة ويهاجمون ذلك المكان وينقذون السيد يحيى ببركة هذا التوسل. هذا توسل بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.